البشر
البشرية تعيش في حالة صعبة جدا جدا جدا، هجوم على الفطرة، وهجوم على مؤسسة الأسرة، وهجوم على مؤسسة الزواج. النسوية أو النسوية المتطرفة عم تطلع في العالم لتضرب كل مفهوم كنا معتادين تقليديا، إنه إن وجد سبب رئيس لدمار الأسرة فهو عنف الرجل، تسلط الرجل، ضرب الرجل، وهذا موجود وسبب رئيسي من التقصير في النفقة أو الضرب، هذا أمر تقليدي. من عاد قدر الاستطاعة والحرب وقدر الاستطاعة لأنه مس يوزن بالطور اللي الله أعطاه، هذا تقليدي مش جديد، لأن الرجل بطبعه إن لم يخف الله يظلم. دخل على الخط الآن الحرب المقابلة أيضا التي لا علاقة لها لا بتقوى ولا بورع ولا بمنطق ولا بإنسانية، التطرف النسبي. ماذا يريد؟ أنا مش طباخة، أنا مش نسالة، أنا ما بربي، أنا ما بخلفش، أنا ما أنا ما لبس راي كله، هذا كلمات كلمة على الآخر. فحينما ترى شخصا يرتبط بإنسانة فاضلة وعائلة قد ربت تربية طيبة وتطلب ابنة تربية طيبة تعلم أن الدنيا ما زال فيها خير بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبقى مثل هذه الأمثلة ونحن واضحون ومعروفون، نحن عندنا العلاقة بين الرجل والمرأة لا مجال لا للتقارب ولا للتنفيس بينهما إلا عبر بوابة واحدة، بوابة الحلال، أي زواج نقطة، برا ذلك حرام انتهى. وبالمناسبة هذا الأمر فطري مش إسلامي، الكل يعلمه يعلمه الشرائع لتثبيته وتأكيده لا للتنبيه له ولا لأصل يعني إنشائه، لا 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 أمر فطري. وما بقي أحد في العالم يمتلك القوة للحفاظ على مؤسسة الأسرة إلا المسلمين كمان. فإحنا لما يكون في زواج فعلا في مجال الله، فلما يكون في حدا من يعني يحافظ على مؤسسة الأسرة بهذه الطريقة ويبقي الأمل في نفوس الناس ويذكر الناس بالحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا فيه، تحت هذه الظلال بدي أبعث رسالة سريعة جدا. كما نحن جالسين مع الرجال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا فحسب، بل كان قائد الدولة، قائد العسكري، وقائد الميداني، وصاحب القرارات الكبرى في الدولة الإسلامية. عند فراش الموت واحد من أبرز القضايا التي كان وهو ينازع يذكرها استوصوا بالنساء خيرا. تعطيك مؤشر، استوصوا بالنساء خيرا، كان يسأل عن أسامة وجيش أسامة واستوصوا بالنساء خيرا، ما سأل عن النخيل، ما قال لهم الحق الزرع، ما قال لهم الحق السياحة والاقتصاد بسرعة من الزبط الرومان يجوا لعندنا مشان يعرفوا نبيع الدخلات ونمشي التمر، أبدا أبدا، قال استوصوا بالنساء خيرا، ليش؟ لأن في سلطة، في باور مع الرجل، استوصوا بالنساء خيرا، وعدة أحاديث تدور حول الزوجة إذا دخلت تحت سلطتك وقوامتك فهي ضعيفة. لذلك شوفوا يا أخوة، إحنا شوف بدي أحكي لكم معنى أو في معنيين، المعنى الأول واضح للقرآن، المعنى الثاني اجتهاد من عندي حتى لا ألزم أحدا به. المرأة على كوكب الأرض بقيت تعاني من مشكلة اسمها خطيئة أصلية. بعد من سبقنا من الشرائع اتهمها بأنها سبب الكحشة من الجنب، يقولوا كحشة؟ سبب الضرب. اتلبستها المسكينة هكذا مئات السنين وعانت ما عانت ونظر إليها بما نظر بما تعرف بما تعرفون. حتى جاء ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الخاتم وصلح ومسح كل الخطأ الحق على المرأة، فقال فوسوس لهما وقال فأكلا منها، الحق مش على المرأة، الحق على الزلل وعلى المرأة. فبس مش هون الجديد في الموضوع، لما ربنا أصدر الحكم النهائي وأراد أن يحمل المسؤولية في القضاء الإلهي قال وعصى آدم، طلع المرأة بره الموضوع، أصدر الحكم النهائي. طب هو التنين سمعوا والتنين أكلوا والتنين اشتركوا، فهم الشخصي أنا الآن بحكي لكم إياها باللهجة العامية البسيطة، مش أنت زلمة؟ مش بدك قوامة؟ تحمل مسؤولية.
تبتين فرق. مش انت الشرع عقاب قرار ممنوع تطلع من البيت، ممنوع تدخلي، ممنوع تدخلي، مش سترو صح؟ مش انت بطلق بكلمة هي ما تطلع من الخلع. وقصة طويلة الخلع، الخلع بده إثبات وبده قضاء وبده محكمة، بينما انت كلمة تفصلها، كلمة تطلعها برا الدائرة. الله أكبر. إيش السلطة؟ السلطة مباشرة معها مسؤولية، مباشرة السلطة يعني مسؤولية، ويعني تقدير ويعني إكرام. فالقيامة ليست تصدر وإنما تكريم وعلو شأن وتحمل مسؤولية. ناخذها من وعصى آدم ربه فضل ولم تذكر المرأة أبدا. هذه في ظلال هذه المعاني حلو حلو. إحنا الآن مقبلين جايين نبارك لعائلتين طيبتين كريمتين، والعريس بشكل شخصي يعني أنا أعرفه ممن أحبه في النار، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. العائلة جايين نبارك لهم، فرحانين لهم. لكن حلو نتذكر هذه المعاني بالخروج بعد أسبوع بعد شهر، أحدنا يتقدم منك أحدهم أو أحدنا سيبعث ابنه. هذه الظلال ضروري تكون حاضرة بيننا، مستمتعين فيها، مقتنعين فيها، مفتخرين فيها، ناشرين لها. وإذا قصرنا في معنى الشكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى على النعمة اللي بثل فيها نعمة ايش؟ لتسكنوا إليها. مين الدول المتقدمة في العالم بالنظر المادية؟ الدول الغربية. طوابير في عيادات النفسية قديش؟ انتوا قولوا لي 8 أشهر، 9 أشهر، وسنة وشهرين، و16 شهر مشان يروح لطبيب نفسي ومادياته موجودة عنده. لكن الروحانيات النفسية قال مصطوبة شطر، بدون أدوية، ليش؟ توتر. أصل فكرة الزواج عندنا وين؟ ما قال بتحبوه ولا يحبكم، قال وجعل بينكم مودة، والمودة التطبيق العملي للحب. وشو النهاية؟ قال لتسكنوا إليه السكن. لذلك احنا كلمة السكن والإسكان، سكنت وسكنني واشتريت سكن بدي أسكن، طمأنينة تامة، هذا الأصل. فإن لم يكن البيت سكنا فهناك مشكلة في كل فلسفة الزواج عندي، كيف دخلت وكيف بتعامل. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبة أن يبارك لنا في هذا الجمع، وأن يبارك في العروسين، وأن يجمع بينهما على الخير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يفرح أهلهما من الطرفين، وأن يجعل هذا الاجتماع وهذا السبب وهذا القرب سبب في بركة على العائلتين وعلى كل من حضر. وبإذن المولى عز وجل نرى لهما قريبا ذرية طيبة ممن يلبسونهما بإذن الله تاج الوقار يوم القيامة. ألف مبارك لعائلة العريس وعائلة العروس. شكرا على الدعوة، بارك الله لكم فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بابا بابا أني